فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز هجران من لا يصلي أبدا حتى ولو كان أخا لي؟ إيه نعم، الذي يتعمد ترك الصلاة هذا ليس بمسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم، ما يجوز هذا، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. نعم.